بين ظفرين صغار. أتوا مش نرجع على الموضوع الأم الأساسي، علاش وخرنا؟ علاش؟ علاش وخرنا؟ من اللي من 11 واحد قداش؟ 2011 هكا ولا؟ هاي الانقلاب، نهار الانقلاب هكا ولا؟ من نهارتها اللي جاوا الكل الوزراء اللي جاوا الكل متعاركين مع الجامعات الكل، ولو هي في من 11 سنة فما جامعة ولا اثنين، يعني جامعة جودي بريزيدون. اي بريزيدون جودي جامعة جودي بريزيدون وديع سنة 2012 10 سنين، عنده 10 سنين وديع من 2012 من اي من 2012 12 سنة أمام تعارك مع طارق ذياب، تعارك مع الإجابة طارق ذياب، تعارك مع مجدوني الشهري، متعارك مع شكون؟ مع هذا المزيان اللي جاء قديس كمال قديس كمال دقيش، كل متعاركين مع بعضهم. وقت اللي يتعارك معاهم يوقفوا المساندات المالية والحقوق بتاع الجامعات ما يعطوهمش. وقت اللي دخل فيها الكوميتي الأولمبيك كيف كيف الكوميتي الأولمبيك كانت مع الفوتبول متعارك مع شكون، يعني فما مشاكل بتاع شكون يحكم في وقت زين بن علي ما فماش شكون يحكم، فما الوزير يحكم وبعده يجي الجامعه ولو هي منتخبه ولو هي فيفا تقول ما ندخلوش فيها ولو 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 ولو، لكن رؤساء الجامعات في الفولي في الفوت وفي غير وفي الهاند كل ما عادش قابلين الوزاره تحكم فيهم. معناه فما صراع ما بين الوزير وما بين رؤساء الجامعه والجامعه، يعني مش رئيس الجامعه وحده لان البلوك كله جامعه هو. وفي الفولي الوزير نحاهم وحلهم ونحى رئيس والفيدراسيون انترناسيونال دو فوليبول رجعت رئيس، فهمت؟ يعني فما مشاكل، جاء رئيس جاء وزير بتاع النهضه من تورابورا من تورابورا بالسلاح، ولا رئيس ولا وزير الشباب والرياضه احمد الغول، احمد الغول من تورابورا باللبس بتاع بتاع شو اسمه افغانستان بتاع افغانستان بالاحدث بتاع الكل، ولا وزير الشباب والرياضه ما عندهم حتى صله بالشباب والرياضه، وكلهم اللي جاوا كلهم ما عندهم حتى صله. فتره طارق فتره طارق خايبه كمان، فتره طارق ذياب خايبه خايبه ياسر خايبه ياسر، عرفت هو ديال زايد من النهار الاول هو هذاك حاب يجيب خالد بن يحيى والاخر اختار مدرب، انا ما نقولش حاب يجيب نبيل لا يجيبش يجيب ضد خايبه ياسر على مستوى كره القدم ولا في الرياضه بس ككل. عمل طارق في وسط الاوقات عمل جواب للفيفا باش تحل باش تحل الجامعه دونك يعني وصلت للحد الاعلى في المشاكل والديزاكور بين الوزاره وبين مجنون الشاي. يعني في الرياضات الاخرى شفنا برشا اللي شكروا وثمنوا اداء يعني طارق شكون؟ شفنا في اختصاصات اخرى برشا اللي ثمنوا اداء وقالوا عكس كلامك انت طبعا طارق طارق خاطر اسمه هو طارق طارق كيما كيما حبيبه الغريبي كانت ضيفه سمير الوافي وقالت اعتبرته هو من افضل مو خطرة هو الافضل وعطاها الفلوس عطاها الفلوس اي اي ومش مزيه اي حقها. مش مزيه هو عطاها المفروض الوزراء الكل يعطيه وقت اللي البقيه هي تعاملت مع وزراء اخرين وتشكيت من المعامله كلهم والمسؤولين على خاطر وقت اللي يتنابشوا بالكلام مع رئيس الجامعه يوقفوا المنحه. الوك الوزاره هي اللي تخلص المدربين من هي اللي تخلص الاطار الفني وقت اللي الوزاره ما تعطيش ثم اللي اهم من هذا كله ماديا ما عادش فما فلوس وزاره الشباب والرياضه البيدجيه بتاعها يخول لها باش تخلص الشهر كتله اجور اجور هذاك هو واللي يفضل مش قلت تهانات بس تعمل مانتونونس تعمل سيانه الجوار بتاعنا بتاع الاولمبيك بريباراسيون في الخارج بتاع الجوار دي الاولمبيك ما عندناش امكانيات ثم ما فماش اراده سياسيه ملي صار الانقلاب بتاع 11 جانفي من نهارتها فماش وزير اتكلم كلمه على الرياض ما فماش رئيس الجمهوريه الاولانيين قبل سيد الوزير قبل سيد الرئيس بتاعنا هذا سي قيس استاذ قيس سعيد هو الوحيد اللي هبط للتراء وهبط يشوف الملعب يشوف الامور على عينه اي حب يشوفها على عينه حب يشوفها على عينه الاخرين حتى حد ما تكلم على الرياضه حتى حد ما زار الملاعب حتى حد انا نثبت على حاجه واحده
حاجه واحده قلت عليها خاطر انا كنت حاضر فيها. انا كنت من مقربين السي الله يرحمه الباجي خالد سرسي وقت اللي في الحمله نتاعو. السي الباجي خالد سرسي عمل اجتماع كبير في تونس العاصمه هنا وجاب الناس كلها وحكى على الرياضه وعملها للرياضه. ما عدا هذا حتى انسان ما تكلم عن الرياضه. ما المخ حكى فقط وما طبقش. ما نجمش نتكلم عن الفلوس وقت تحكم النهضه باش يحكي والوزراء ما نجمش يتكلموا خاطر ما نجمش يقعدوا باش يقولوا نعملوا التاني الفلاني. طارق اش عمل؟ طارق ذكي في حاجه واحده ذكي عمل تهنات في الجن في الجنغل ترانات فوتبول اسيس صغار ادوبيات ترانات صغار فوتبول اسيس اي فهمت عمل فوتبول اسيس لا وعمل حتى فوتبول اونز عمل كلك ترانات خاطر هاك المحل حليل اللي قلال ما عندهمش باش يعملوا ترانات وغير مكلف هذيك زاد اما مثلا طارق قدش الضوء بتاع الملاعب اقل حاجه الضوء بتاع الملاعب ما قدوش عملش زاد تيران جديد ما نجمش عملناش تيران جديد من الثوره لتو هو نجموش. هو زاد يتصرف على حسب الامكانيات على الامكانيات ما عندناش فلوس تو انتم تعرفوا عاد اكثر مني فيكم اللي يعرف اكثر مني شنو الحل حلول اعطيني الحل الاراده السياسيه سيد الرئيس حط يدك على ملف الرياضه كيما حطيت يديك ودخلت ونظفت بتاع التجاره نظفت بتاع الكل برشا قطاعات الكل القطاعات الكل نظفتها شوف لنا الرياضه نظف لنا الرياضه واللي مشى ما يعاودش لازم نعرفوا حتى سيد الرئيس يعرف اللي كان مسؤول فشل ما يعاودش احنا هذوما فاشلين تاع كرة القدم هذوما فاشلين ويرجعوا يحبوا يسدوا كانوا المنتخب التونسي كان رقم 11 ولا 13 في الكلاسمون توا 35 42 ولا 42 خسرنا الماتش هذا من الخليج قطر قبلنا ودول اخرى كنا هذوما يحبوا يتنشحوا هذوما اللي تويكوا في الجامعه اللي هما وقت النكبه نتاع الكان الاخرانيه قالوا احنا بطلنا ما عادش ما عادش راجعين توا اللي يحبوا هما يرجعوا يتنشحوا وما تعرفوا الترشح والانتخابات نعرفوها التوانسه الكل نعرفوها الاساليب نتاعك كيفاش تمشي اعطيني نعطيكم بوس عمك بوس خالك وانت ماشي وتجيب بعدها اذا اذا ماهوش معقول انت فشلت ترجع تخدم تعاود باش تخدم او نو دو با باتي سو دراوين حديثك موجه الوصف زين مسكين لا حول ولا قوه راجل طيب ياسر تعتبره رجل مناسب في المكان المناسب مطلوب ياسر الى بعد ولد عائله كل شيء تحب ما ينجمهمش مش في المكان المناسب يعني هذاك نتاع ممكن وزير عدل وزير واحد ممكن يكون اما في الكوره مسكين قد هو 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 مش منغمس خاطر الكوره تحب تكره راهي ماهيش تلجلج وماهيش فيها برشا قذارة برشا الدنيا كلها سي مختار تو انت قلت ما يجمهمش شكون هما اللي ما يجمهمش سي واصل زي كرئيس في النيابه في الجامعه شكون هما اللي ما يجمهمش شكون هما في الرياضات الكل في الرياض مثلا لا نحكيو جامعه كره قدم قلت ما يجمهمش شكون هما اللي ما يجمهمش هو ما ينجمش يحكم في الاعضاء تاع مكتب الجامعه الو كو هما الاعضاء مكتب الجامعي وقت باش يتكلموا يجيبوا الباي ويتنافسوا بالباي ويهزوا يديهم ياخذوا باش ياخذوا الاذن مع وديع الجاي مع هو ما ينجمش يعملها هو كاك شنو الفرق؟ ديكتاتوري وديع الجاي معناتها نفهم من كلامك الاعضاء نتاع الجامعه ما عندهمش ان انتري سبورتيف لتونس ما عندهم حتى شيء ما يضيفوا حتى شيء لتونس تسيير اداري يعملوا هذاك ايه ما عندهمش ان انتري هو كله تسيير اداري اكيد شفت سي مختار كلهم يحبوا المناصب سي مختار واضح كلهم يحبوا مصالح ضيقه شفناك تنتقد في اداء العصريه السوداء على مستوى السياسه الرياضيه في تونس هي دم شوي وديع الجري محسوب على تلك العصريه انت خدمت معاه لمسافه زمنيه وديع الجري محسوب على النهضه اي هاك ولا انت خدمت معاه اي اوكي أي. انت تتحمل المسؤوليه في النتائج السلبيه اللي معيشها شوف كل انسان يخدم كل انسان يخدم راهو يخطئ لازم يخطئ الانسان انا تاع باجي خالد السبسي وانا ساهمت في الانتخابات كل تاع باجي خالد السبسي الله يرحمه وينعم عيط لي انا عيط نبيل عيط برشا وجوه اسبيرونتيست انا كي دخلت النادي نداء تونس خاطر دخلت نداء تونس انا دخلت نداء تونس بعث لي مع سهام العيادي نسميها مثالش خاطر صاحبتي واختي وكل شيء زميلتي سهام فرات معايا نسميها علاش قالت لي اخرج من نداء تونس قلت لها ما نخرجش من نداء تونس. عاد جد هو. فهمت؟ تنحيت في جوان.
معناته السي مختار نفهم من كلامك انت داخل في نداء تونس ايه. وداخل الكره ايه. للي شيء يستخدم كاسكيت الترجي ترجي سي نبيل سي باجي قاسم الله يرحمه ترجي ما ثماش ان بروجي سبورتيف لتونس ايه. تونس اكبر برشا من الترجي مهما كان يصير وما ما يكون معناتها مش احنا نعمل مش انت انت مش احنا نعمل وزاره تعمل إيه؟ لكن احنا اخترنا رواحنا سلباجي اختارنا سينابيل ولد الترجي سيادتك ولد الترجي ونتشرفوا بالترجي والعائلة الترجية هذا لا, لا يفسدوا للودي القضية لا لا ما تدورش بالترجي خلينا رايضين لا الترجي ايوا كل شيء للترجي يا انت مرحبا بك انت مجمع الاخرين لا لا انا مع تونس انا مع الرياضة التونسية واتشرف بذلك قبلك انت مع تونس لا الرياضة التونسية لا لا نحكيو على الرياضه مش تونس على الرياضه هي الرياضه التونسيه اكيد انا من عام 54 اول ليسونس بتاعي انا مختلط لي 54 55 في النادي الافريقي ما شاء الله انا ما شاء الله اي فريق الشعب النادي الافريقي وترجي زاد كيف الافريقي مشات الشمينو اي جاوبوا على سؤاله شنو هو جواب احنا الانتيري نتاع اللمه نتاعنا نتاع سيادتكم وجماعه تحط لي وزنها كما اللي حطوه في العشيه هذه الاخير اي عشيه الاخير كي تحط وزن كيما هذوكم ما ينجموا يعملوا حتى شيء لكن انت خدمت معاهم يا سي مختار نخدم على روحي نخدم في نخدم شهريه خبزيس معناها نخدم شو كوبليس نخدم على روحي نخدم شهريه انا اللي عطاوه لي المهنه اللي عطاوها لي تاش تاش اللي عطاوها لي الفونكسيون اللي عطاوها لي قمت بها وانت راضي على المردود نتاعك معاهم راضي كمسؤول مثال في بورصه الصدريه هذه كسونتر انا هذه مش هذه ما يهمهمش هو شكون هذه وشكون هذه شبي انا واحد في قعده راضي على روحه انا مش هذا انا مختار ساعه اقول حاجه هو ينتقد في السياسه نتاع الدوله ككل في العشريه قال لك اختصاصي انا في تاسي رجلت انا وقت اعطاني وديعه جنيه اعطاني بورصه الصدريه مدير بورصه الصدريه اكيد انا نجحت ونجحت مش انا نقول فيه أيوة. الكلاب الكل يقولوا فيه واضح سي مختار الكره في تونس ما تحسنتش طاحت ياسر لا على خاطر ما فماش قوانين باش لا تحمي لا المدرب لا تحمي الملاعب لا تحمي المسؤول اشترى المسؤولين كنت ديشيك سو بونفيزيون واشترى المسؤولين في الحبس من ناحية كبيرة. الشركات ما تعاونش قبل 2011 الشركات الو تعاون الولايات تعاون صحيح. البلديه تعاون دار الحزب ولا لجنه التنسيق الحزبي تعاون الناس كل تعاون في الجمعيات توا ما عادش مش من توا يعني من 11/1 2011 ما عادش هذا اللي سميتهم كلهم الهياكل هذه كلها ما عادش تعاون في الانديه تعاون في مقدار على خاطر الحدث لو كان جاي يعاون فيها هي من احسن الانديه وقت عندك سيكسيون باسكيت صحيح باسكيت عالمي باسكيت وفوت باسكيت تونس صحيح تعاون اما بمقدار ما يغطيش المصاريف الكبيره على كرة برشا على كرة القدم مش كرة قدم مش كرة قدم على الرياضات الكل لا هوني نحكي بطبيعه على الرياضات الكل لكن في الاخر كي سالك زاده ركزنا في كلامنا على كره القدم اون بليس نحب نعطي شويه طاقه ايجابيه على خاطر سيفغي يعني كره القدم تمر بازمات اما ما ننسيوش الرياضات الفرديه قاعده تشرف فينا وتهز في راي تونس عاليا ما عدا الجابه يقول لكم وقت الحاضر حد ما شرفنا حتى بتاع الناتاسيون كان في مستوى ما عندناش تو الوقت الحاضر اما شرفونا قبيل اما هكا تقول حتى ما شرفنا شافوا لهم تاريخهم لهم تاريخهم مش حكى على قدم نحكي على الشدود ايه حتى الشدود عندهم زي ده تاريخ قصير الخوم جاب رح بيبقى حبيبي ملولي تو في السنوات الاخيره ما طلعش الله غالب شو اسمه ساره رزقي في الجمباز مثلا عرفت شكون سميه ساره رزقي عملت كوب ديمون اي خذيت القطعه على المستوى الدولي خذيت ميداليات فين ميداليات فاش؟ في التورنوا اي لا التورنوا ما عندهم حتى قيمه في الجنرال في الجنرال الاولمبي ما نشوفوا ديمون انا نحكي كتوينسه يعني كشعب نفرحوا حتى كان عرفت حد نراو رياضي خرج يلعب برا نفرحوا فهمت كوش سوا ربح ولا خسر المهم رايتنا ريت بالحق نحكي بالله سامحني نقاطعك مثالش سامحني وقت تحكي لي على اللي خرجوا يلعبوا البنر احنا الملاعبيه بتاعنا اللي يخرجوا يلعبوا البنر يلعبوا في ديفيزيون دو يلعبوا في ليكيبات تاع في فرنسا اماتور يلعبوا بريسك اماتور فين هما مصر عندهم يلعبوا في ليفربول اسمع الجزائر الافريكان كله في لي غون كلوب اوروبيان احنا ما عندناش احنا ما عندناش ان جوار تونيزيان يلعب في ليفربول في بي اس جي في ميلان
في هي توش تحكي على رياضات فردية مش على كره فردية حتى على كره قدم. نحب نقول حاجه راهو مش معناها فتره معينه سنويه تمر بازمه معناها نفقدوا الامل، يعني بالحق تعرفش عليها جينيراسيون جديده اللي جايه. انا عندي ثقه بالحق تونس وليده تبارك الله، يعني كيما جاوا لي شامبيون قبل كيما باش يعاودوا يجيو هكا، ولا عندي ثقه في الدوله، عندي ثقه اللي تونس لازم ديما حاسين وريتنا تبدا مرفوعه. وكما قلنا أنس جابر، ملولي، حبيبة الغريبي، سارة الرزقي، المهم احنا حاسيلو ما لازمنيش نبثوا هال يا هنا نتفاعل معاك ايجابيا. نهار 9 جوان تونس، منتخب تونس مبارزة بالسيف، هزينا ميدالية ذهبية في مبارزة بالسيف اللي مقيمة في المغرب. ماش بطولة عالمية، بطولة افريقية، بطولة افريقية، بطولة افريقيا نهزوا، بطولة افريقيا. انا مش نعطيك نجم نعطيك مثال في كرة قدم، ما نعطيكش كرة قدم ما تحكيش. باش نعطيكم مثال وقت تقول لي انت تونس ولادة، ولادة ولادة من القمودي قعدنا 40 سنة باش جبنا واحد بطل اولمبي، جبنا ملولي بعد من قمودي ثلاثة من الناس مع القمودي تاع البوكس وتاع بالخير وجماعه بعد 40 سنة جبنا ملولي، بعد الملولي جبنا حبيب الغريبي، جبنا ومن بعد توا من عهد النهضة ما عاد جبنا حتى شيء. تو يجيو ان شاء الله. ما يسالوش توا يجيو، توا يجيو يا سيد رئيس يعتمدوا على الموضوع توا يجيو. ما يسالوش. نحب نقول لكم حاجه، احنا خاطر بتدخل انتوما يعني في التحكي وهكا من الكوتي تكنيك، اما احنا كتوانسه بالحق نفتخروا كيف نراو عالم. حتى عرفت مشاو لعبوا لبرا، انا صارت لي حاجه في كوريا الجنوبيه، التاكسيست يسالني منين، قلت له تونيزي، بدا يحكي لي شاف ماتش كوره لعبوا، فهمت شنو يعني نفتخر. فهمت شنو يعرف تونس من ماتش كوره، من الكوره يعني ديما الرياضه يعني في البلد في التظاهرات كل مشرفتها. فهمت حتى كي ما ربحنيش انا ثلاث خير من 1000 سفيه، انا ثلاثة رياضي رياضي خير من 1000 سفيه. ما كانش نحبوا نشجعوا، عرفت تظهر وذهب بطولي تطلع في العالم الكل. قمودي ما يتفائل لمجرد تفائل، لمجرد تفائل هنا يعني وكانه واحد اضغاث واحلام ليس في حلم اليقظه. اذا كان عندنا مواهب بارتو وعندك في النشاه مخها وكان في بورس صدري اكيد عندنا دي طالون، عندنا دي طالون. اي سامحني كما قال لك، اذا كان ما تلقاهاش البنيه التحتيه اللي تستوعب تلك المواهب وقانون اللي يحميهم باش يولوا ابطال، اما شنو ما قالها من بعد؟ تصديق لك نقعدوا نحلموا تصديق لك بوم صدري تسكر. هاي تو تسكر. تسكر علاش؟ خاطر ما فماش فلوس. البيجي تاعنا في بوش هي 500 مليون في العام. في العام نحب نقول لك ما فماش فلوس. عبد الجليل الوزير، سيد الوزير الحالي عنده الحق، ما فماش فلوس. باهي هنا الحلم هو بدايه النجاح. انا توا نحب ليزاتليت اللي قاعدين يسمعوا فينا كصغار في ديارهم ما يأيسوش. عرفت علاش نحب شويه بوزيتيفيتي؟ خلي يكبشوا ميساج حتى كان الظروف توا مش متوفره تتوفر، فهمت، ويوصلوا ورايتنا تقعد ديما مرفوعه من جيل الى جيل حتى العام 4000 ان شاء الله 5000. فهمتوا شنو؟ فهمتوا شنو يعني؟ خلي يحلموا خاطر الدوله تشجعهم. عندهم تويكا 56 سنه من عام 56 لتو ما يسمعوا في الكلمات نتاعك انت. ليه قاعدين 56 سنه 56 توا قاعدين وحدهم. خلينا نسمعوا مريم، نسمعوا مريم. انا نشوف فيهم كيما اون جبر وحدهم وحدهم. واسامه الملولي وقتها صار له اكسيدون وامه عملت بوليميك كبيره. معناتها هما قاعدين يصرفوا على رواحهم، الدوله ماهيش معناتها هما عاملين مزيه على تونس كي يرفعوا رايه تونس، اما تونس شنو عملت لهم؟ تونس قصت عليهم شهريه، قصت عليهم شهريه، قصت عليهم شهريه، الناس قصت عليهم شهريه. لي جون سبورتيف توا يمشوا لبرا، اللي يقرا في امريكا يمشي لامريكا ويقرا، يعطيوه مثلا 100 دولار في النهار، باش يعمل 100 دولار وانت تقرا في امريكا وتسكن وتاكل وتتهنى وعندك مدرب وعندك طبيب وعندك هذوما لو نيفو، لازم برشا فلوس كما قال بوغيبه، برشا فلوس.